مرحبا بكم في سبور اكسبريس، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. البدايه مع النادي الصفاقسي واللجنه المستقله للانتخابات اعلنت اليوم على فتح باب الترشحات لرئاسه وعضويه الهيئه المديره للفريق بدايه من 2 جانفي يعني من تاريخ اليوم حتى ل 17 جانفي تم في غلق باب الترشحات بالنسبه للجلسه العامه الانتخابيه للسي اس اس مبرمجه نهار 3 فيفري، والترشح يكون بنظام القائمات. القائمه تضم بين 7 و 12 مترشح مع ضرورة تحديد هوية رئيس ونائب الرئيس في القائمة المترشحة. في موضوع صفقة انتقال محمد الضاوي للأهلي المصري، وبعد توقيع اللاعب البارح العقد لمدة 4.5 سنين، اليوم مبعوث الأهلي خالد مرتجي كمل جميع الإجراءات الإدارية مع إدارة الهيئة التسييرية للنجم الساحلي. نذكر أنه قيمة الصفقة 1.3 مليون دولار مع حصول النجم على نسبة 20% من الانتقال القادم لمحمد الضاوي من الأهلي المصري لفريق آخر حسابيا، يعني نحكيه على 4 مليارات توينسا. النجم باش يتحصل فقط على 1 مليار منهم، بما أنه 3 مليارات هي ديون النجم عند الأهلي المصري في قضية اللاعب المهاجم الإيواري سليمان كوليفالي. نهاية الأسبوع الحالي ترجع بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولتها الأولى من مرحلة الإياب نهار السبت مع ماضي ساعتين مبرمجين مباريات المجموعة الأولى اللي فيهم كلاسيكو يجمع نادي صفاقسي بالترجي الرياضي التونسي. نادي البنزرتي يواجه هلال الشابة، أما الحمام سوسة ضد الملعب التونسي، واتحاد تطاوين ضد النجم الساحلي. نهار الأحد يتلعبوا مقابلات المجموعة الثانية كيف كيف مع ماضي ساعتين، النادي الإفريقي ضد نجم المتلوي، مستقبل سليمان مستقبل راجيش، الاتحاد المنستيري ضد الأولمبي البيجي، وأولمبيك سيدي بوزيد يواجه اتحاد بنقردان. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد يبدأ اليوم المرحلة الأخيرة من تحضيراته لبطولة العالم بولونيا السويد 2023. المرحلة الأخيرة من تحضيرات تنطلق اليوم بتربص في المونستيري. اليوم مع 5 متاع العشية باش يكون أول حصة تدريبية في قاعة جمال، بعدها بقية الحصص باش يكونوا في قاعة محمد مزالي في المونستير. قاعة محمد مزالي في المونستير اللي باش تحتضن الزوز مباريات الودية الأخيرة للمنتخب اللي باش يجمعوه بنظيره الجزائري أيام 4 و6 جانفي، زوز مقابلات مبرمجين مع 5 متاع العشية. بالنسبة لقائمة اللاعبين المدعوين للتربص هذايا، حراس المرمى أصيل النملي، ياسين بلقايد ومهدي الحرباوي، في خط الجناح أيسر وسام البغانمي وغسان التومي، ظهير أيسر يوسف معرف وسامر ميكي وحازم باشا، منسق عبد الحق بن صالح، محمد أمين درمول، بليل عبدلي وريان زرياد، ظهير أيمن نور الدين ماوى وأنور بن عبدالله، جناح أيمن عصام رزيق وطارق جلوز، لاعب دايرة جهاد جابالله، إسلام جبالي، غازي بالغالي ورامي حمام. أنس جابر حافظت على المرتبة الثانية في تصنيف محترفة التنس والصدارة للبولونية ديما إيغا شفيونتيك، وما فما حتى تغيير في 100 مرتبة لولا المحترفات التنس. أولمبيك ليون أعلن اليوم على تعاقده مع مدافع المنتخب الكرواتي ديان لوفرين بعقد لمدة 2.5 عام. لوفرين يرجع بعد أكثر من 9 سنين للفريق اللي برز فيه. لوفرين عمره 33 عام ولعب في ليون ما بين 2010 و2013. أبرز المباريات اليوم خارج تونس، في أنجلترا في البريمير ليج 6.5 برنتفورد يواجه ليفربول، في الشامبيونشيب الرابعة برمنغهام فريق حنبعل المجبري يواجه ميدلزبرو، في فرنسا 7 مونبلييه ضد مارسي، فريق مونبلييه هو فريق وهبي الخزري، وهبي الخزري اللي واصل الغياب بسبب الإصابة اللي تعرض لها مع المنتخب في المونديال، والتسعة متاع الليل مباراة رين ضد نيس. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزيكا فان فانات.